اتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك، كي درتي كلشي مزيان؟ علينا وعليكم الصحه والسلامه وكل ما كتمنى ان شاء الله يا ربي. اهلا ومرحبا، تفضلي. انا بغيت نقدم لكم يا اما الكرعين بالحمص بطريقه سهله، يا اما البصاله بواحد الطريقه زوينه. نعم. ونقدم لكم نصائح. واخا، طيب اعطينا شنو ناخذ. اعطينا البصاله بطريقه سهله. كتشدي البصاله كديري فيها شويه ديال الملح، الملح مثلا مقدار شويه ديال الملحه، واحد راس ديال الثومه، راس ديال الثومه، كل شيء. كتغسلي هذيك البصاله مزيان. نعم. كديري فيها الملحه وهذيك راس ديال الثومه. وكتخليها كتسلق. نعم. مني كتسلق كتاخديها كتطحنيها. انا ما كنطحنهاش، كنخليها كبيض مزيان شويه، تتهرى مزيان. وكنشبر الطاجين، كندير فيه شويه ديال الملحه. نعم. الكيمون. زيت العود. نعم. زيت الكحله والحار. نعم. صافي، وكنخليه كيتشحر شويه وكنهز هذيك الثومه حتى هي كنعملها معاهم في الطاجين. ايه. وكنخوي ديك البصاله كنخليها كتشحر مزيان في هذاك المقادير، في هذاك الزيت اللي في ديك الزويته، في ديك في ديك الملحه والكمون. وكنخليها ثقيله شويه وكتجي زوينه. نعم. البصاله ما كيجيش معها هذيك لقامه ولا شي حاجه، كتجي بهذه الطريقه كتجي زوينه بزاف. نعم. يعني بهذه الطريقه. نعم. يعني وكنتبننوا حتى يعني الكو ديال الفول، ماشي حنا يعني. أيوة. نعم، ماشي العطريه بزاف والقوام. والبصاله ما كتجيش معها العطريه، كتجي. نعم. معها غير الملحه والكمون زويته والحار. وزويته. نعم. هذه هي اللي بغيتي تاكلي البصاله. لا لا يختك. طيب شنو الافكار ولا النصائح اللي بغيتي تقدمي لنا؟ بغيت نقدم نصيحه بالنسبه للسفه. السفه ملي كديريها كطيب. نعم. هذاك الماء اللي كيطلع فيه البخار. نعم. ديري فيه شويه ديال القرفه باش كطلع الريحه ديال القرفه في السفه كامله. نعم، يعني كنكهوها بريحه القرفه. يعني. إيوة. نعم، بداك البخار اللي كيكون طالع من داك الماء اللي تيكون في البرمه، ما حدو تيطلع، ما حدو كينسم لينا حنا السفه. ايوا كينسم القرفه. نعم. باش ملي كديري ديك الخطوط ديال القرفه كتكون اخرى من السمه. نعم، فكره رائعه. نعم، هذه هي الفكره ديالي. وكنديرها في الاخر، في اخر ملي كنجي نفورها في الاخر كندير معاها الحليب وضامون. كنفور نديرها بالحليب وضامون ماشي بالماء في الاخر. نعم. يعني في الاخر في يعني في التفوره الاخرى باش تبغي تحطيها كديري لها الحليب وياغورت. حليب وياغورت. نعم. كيفاش كديري الحليب وياغورت زعما؟ كنخلطهم مع بعضياتهم وصافي، تنخويهم فوق السفه على المقدار اللي غادي. نعم. طيب واش ياغورت عادي ولا عندك شي نوع من ديال ياغورت اللي كديري؟ لان كاين الناس مثلا كدير الحليب المركز المحلى مثلا. الحليب المركز المحلى اولا انا كنفضل الحليب العادي. الحليب العادي. نعم. ما كنسمعكش مزيان. الو. كنفضل الحليب يكون عادي، ياغورت يكون طبيعي. كتهضري الا كنتي كتهضري معايا من الكيت ولا شي حاجه، حاولي تهضري معايا من الهاتف. الله يعطيك الصحه باش نسمعوك مزيان ونسمعوك المستمعين. لا كنهضر معاك من الهاتف العادي. هذاك واخا. على ايه الفكره ديالك واضحه، تنحيوك كثير وشكرا لك على اتصالك بنا. ناخذ